حياتك بيومك حياتك شغلك قلبك ومودك عبود بيقول لك شو في برجك والموت مبهوت. صباح الخيرات ودائما عبر مزاج اف ام صباح جديد وصباح مفعم ان شاء الله بالتفاؤل والنشاط. اليوم 25/3/2013 التنين، الامر تغير وصار ببرج العذراء، الاجواء ايجابيه للعذراء والثور سلبيه شوي للميزان والحوت. خلينا نشوف التوقعات وكالعادة منبلش بمولود الحمل. الحمل، الأجواء عندك يا مود الحمل خلال هذا اليوم رح تكون جيدة ونشطة، وعندك اليوم حضور مميز وطلة رائعة، نهار جيد للأعمال والمبادرات الاجتماعية، وخصوصا أن دبلوماسيتك وحضورك رح يكونوا مميزين، ودعوات اجتماعية كثيرة خلال فترة المساء بانتظار مواليد 1-10 نيسان أبريل. الثور، الأجواء اليوم رائعة جدا والحظ اليوم بدعمك بنهار إيجابي وجيد على الناحية العملية والاجتماعية. اليوم في عندك أخبار حلوة، أحداث لصالحك، وفتت المساء جيدة للخروج والتمتع بوقتك. الجوزاء، اليوم أنت ضايع مش عارف تقرر، والأجواء عندك غير مستقرة بسبب بعض الأحداث والأخبار الممكن توصلك يا مولود برج الجوزاء خلال النهار. انتبه على أعمالك وانتبه على قراراتك العائلية خلال فترة المساء، وتحديدا لمواليد 1-13 حزيران يونيو. السرطان، الأجواء اليوم محمسة يا مولود برج السرطان للمبادرة بأهم القرارات وأهم المبادرات العملية، انهار إيجابي لتخلص كل ما تراكم عليك بالأيام الماضية. بعد مواليد السرطان ممكن عاديين بحطوا بعض المخططات للسفر، وأيضا بعض الأخبار الإيجابية ممكن تكون متواجدة عندهم خلال فترة المساء. الأسد، الأجواء هادية مملة، ما في أي شيء مهم بالنسبة لإلك، لكن انتبه بطريقة صرفك للمصاري لأنه اليوم في عندك مصاريف كتيرة. أما بالنسبة للعمل فالكسل ممكن يخلي الانتقادات من رئيسك متواجدة. فتت المساء جيدة لتحسين أمورك العاطفية، لكن انتبه من حساسيتك الزايدة. العذراء، اليوم الأمر عندك من الصبح والأجواء رائعة جدا، النهار رح يكون داعم لإلك على النطاق العملي ببعض الأخبار والأحداث الجيدة. اليوم مورود العذراء بالصدارة، وفترة المساء رح تكون جيدة للتمتع بوقتك، وخصوصا أنه مزاجك مرتاح. والأكثر حظا مورود 1-12 أيلول سبتمبر. الميزان، الأجواء اليوم ضدك، والتعطيلات اليوم بالأعمال وبالأمور الشخصية رح تكون متواجدة من الصبح. اليوم ما في شيء بيمشي معك يا مولود برج الميزان زي ما انت بدك، فحاول انتباه بقراراتك ومبادراتك. وفترة المساء صعب انك انت تتواصل مع الناس بسبب مزاجك المتعب. العقرب، الاجواء هادية نوعا ما، الاجواء سلسة، ما في اي شيء مهم، انهار بيمشي بكل اريحية وبطريقة عادية، ولكن انتبه من مصاريفك الكثير اليوم يا مولود برج العقرب، وخصوصا اذا كنت من مواليد 1-12 الثاني نوفمبر. القوس، ضغوطات العمل من الصبح مبلشي معك، وأجواء غير مريحة أبدا مع زملائك بالعمل مع مديرك، وأيضا بالمشاكل الكثير المتواجد اليوم يا مولود برج القوس. انتبه بطريقة تصرفاتك وبقراراتك، وفترة المساء ممكن تكون متعبة، وخصوصا لمواليد 1-10 كانون الأول ديسمبر. الجدي، أجواء جيدة نوعا ما، وفي عندك حظوظ وأخبار جيدة خلال النهار، لكن المشكلة عندك اليوم يا مولود الجدي بتصرفاتك وردات فعلك وقراراتك المتهورة الممكن تخليك توقع بالندم. انتبه بعلاقاتك الشخصية فهي الأكثر توتر لليوم، وتحديدا لمواليد 1-10 كانون الثانية يناير. الدلو، في تحسن اليوم بيكون عندك بشكل كبير، أجواء إيجابية جيدة وداعمة لإلك. اليوم في شغل كتير التزامات ومسؤوليات، وممكن تتأخر بمكتبك أو تتأخر بأعمالك البيتية لساعة متأخرة. فترة المساء جيدة للراحة وجيدة أيضا لتحسين وضعك العاطفي. الحوت، اليوم من أصعب أيام شهر أذار مارس، فحاول انتباه على تصرفاتك وعلى قراراتك. اليوم ممكن يحتوي على بعض المشاكل، ممكن يحتوي على بعض الأخبار الممكن توترك، دير بالك مولود الحوت بكل خطوة بتخطوها لهذا اليوم، وخصوصا إذا كنت من مواليد 1-10 أذار مارس فأنتم الأكثر توترا لليوم.
من عيد عام مولود 25/3 من كل سنة وسالم، مولود 25/3 من مواليد برج الحمل العشرية الأولى. بتميز مولود اليوم بأنه حساس جدا، أي كلمة مش محلها ممكن تجرحه، عنده خيال واسع، بهرب من المشاكل، ما بتحمل المسؤولية، وبحب شيء يتعبي حياته، دبلوماسي جدا، وبحب يجاري الناس، هو إنسان غامض جريء متهور، ما بيفكر قبل ما يعطي أي قرار، ودائما عنده جاذبية خاصة للجنس الآخر. مولود 25/3 من الأشخاص اللي ممكن مزاجهم غريب ومتقلب. بالشغل ممكن ينجحوا بالتدريس، التمريض، الطبخ، وأي شيء له علاقة بالرياضة. أما عاطفيا فهم بيستحوا كثير وخجولين، فعشان هيك علاقاتهم قليلة ومش كثيرة. وبالنسبة للصحة فبدهم ينتبهوا أكثر شيء على الكلى، المفاصل، والسكر بالدم. السنة الجاية سنة جيدة وفيها تحسن على النطاق العاطفي والاجتماعي، فيها هدوء على المشاكل اللي كانت قبل بينهم بين شريك حياتهم وأيضا مع أصدقائهم. لكن خلال هاي السنة بينتبه على الصحة مولود 25/3 خصوصا خلال فترة الصيف، لأنه في ممكن عملية جراحية، ممكن في اهتمام أكبر بالصحة لتحسينها، وإن شاء الله كل الأمور تمام. أيضا التزامات عائلية ومناسبات عائلية مهمة خلال فترة الصيف وبداية فصل الخريف. فدام نحكي الله أعلم بكل شيء بنحكيه. إذن بهيك جينا لنهاية حلقتنا لليوم، التنين من المود مع عبود، دايما عبر مزاج اف ام وضمن المود مع عبود بنكون معكم في آخر توقعات الأبراج. لقاء جديد بجمعنا فيكم إن شاء الله بكرة على نفس الموعد الساعة 9:10 صباحا بتوقعات جديدة. نتمنى لكم يوم جيد، دير بالكم على حالكم، باي باي. صحيت من نومك وخبي يومك، حياتك شغلك، قلبك ومودك، عبود بيقولك شو في برجك والمود مع عبود. المود مع عبود يوميا على 9:10 صباحا على مزاج أحلى إذاعة والمود.